حكومة فدرالك أي سوماليا يا شيخ تيش كده اللي قال لي يا دلك شينها إن أي لقى شيء شيء كوس أبسن سو ساريس تديار ده عصب وأي لدى هاي دولة سوماليا سيدا وربحين تاني نقص ودري سوريا هنا نمع محمد بشير ونقص ورنت المجال ده مقدشو عبد الله الموج حرسي وسير كورفافين تباصد يسكارسين حكومة سوماليا ودب قص ولا بتدلك أي كور بحية سفره وكنت جي وضمضة سويسرلان يا إمارات كعرب تجارهان مجال ده دبي او كلما كلا قاتي شركة جاينايسا او لقلي هشيس ديارة ديد او لو سمينة يا سوماليا سيدي بلوغو سونو ليا قاديد كي عيركا او كمي دها وحيابيه كبر بري دقالة دي دلقة كدعاي دلقة إمارات كعربتا خاصة هان مجالة دبي او ام بلان كلا هين شركة جاينيسا او رمتي ان مدو كلا جيرني باريتان انا ديارة دي كدب ارشو ما كي قبل لي وحانا نوصر تقشي إن آنو هشيس لقارنو فيس وان هشيس كوبال لقارنو أو آئنا فردي يارو سبنا لو سمعي لابا من كنتن اسديد غالا يالاو من تدوي تون غالا أو نالو قدام بايو ميدي سديد بلاد اللا توان بلاد وحا مركا فرصة داس أنا خدرني إن مدام سوماليا جيد كذا إركو ودواته وين سوق هذا سي حان سكتر هذا كله وضم كم إن أنا أوفيشينوين أوفيشين وحلا يقانا إن هو هاي ماشي اللي قد يعتري ديار هذا خدرنا إن جنرال إلا الله وسنا نلاقي شوكان ميكانيكس نلا تعبره إلا اللي هي تون دولية نلا تعبره أو سديت كم بدأت هاي كل يقان كونفرشن iyagu duuliya aha laakiin wax yar u baahan muddo bilo kooban u baahan iyo kuwa cusub hostess yareeyay gabdha hostess oo diyaarada la socda inay jiraan iyo farsamay qaano marka iyo officeinkaas weyn waa meesha laga sameeyo arintaas marka waxa naga saacidaysaa inay noqon kale diyaaradan ibsane diyaarada qalabkoodi wato dhaqan gala oo socdo shaqeeyay noqdaan sidoo kale waa la socoteen dadaalka badnaa ugu jirnay Soomaali Airlines inay hirgasho waa tii aanu qoladan Ingiriiska iskay loo yaqaano laba diyaaradood questionnaire ka liis gareysano ama aanu muxuu ahaayay ka kireysano kiradaasna hore saan idin ku sheegay waa 50-50 boqolkiiba konton iyagu diyaaraday leeyihiin anaguna waxa leenahay dhulkii dadkii iyo airport-kii kuwaasuna من ذا جوهانسبرغ هذا اللي قلت شايفنا يا إني مهاي جراش بقول شيء إفشنسي هذه من ذا الإمارات كا لو أحسن واحد ديار قريب يعني إن شاء الله تعالى سنة كورونا ما إني يمدان نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة ذا مقدشو